سلام. واحد الجزائري من الجاليه المقيمه بالخارج غادي يجي لبلادو باش يدوز العطله ديال راس السنه، ولكن غادي يطرى ليه واحد المشكل بسبب واحد المقطع صورو بكل نيه حسنه. نخليكم مع المقطع. خوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جمعه مباركه على الجميع. تفاجات بواحد الحاجه عجبتني بزاف، كي روحت يعني المدينه تاعي مسقط راسي مشيت نصلي الجمعه والمسجد عجبني بزاف، يعني بنا واحد المسجد جديد رمموه، يعني كان مسجد وعاودوه. عجبني الزخرفه هذه اللي هنا، كي سقسيت والله قالوا لي المغاربه هما اللي داروا هذا المسجد، هذا هما اللي بناوه يعني. ودوك نخليكم تتاملوا في الزخرفه تاعنا خاوتنا المغاربه، باش تعرفوا بلي خاوتنا المغاربه يبقاو ديما خاوتنا، وهاد الناس اللي دير في الفتنه وتقول كذا وكذا وكذا راهم هنا في المدينه تاعي عايشين المغاربه بزاف ويخدموا عندنا بزاف، يخدموا معانا يعني عندنا، يعني هما اللي يديروا لي فاساد وما يخدموا كيما يقولوا ما الزليج. الحمد لله هذه حاجة شرفتني يعني، وتحية كبيرة خوتي المغاربة، ونخليكم تتفرجوا هذا الزخرفة يعني اللي عجبتني بزاف، تحياتي لكم. شوفوا هذه خوتي، خوتنا المغاربة هما اللي خدموا الزخرفة هذه، ونشكرهم بارك الله فيهم، ما شاء الله. شوف ربي يحفظهم، شرف كبير لنا هذا ما شاء الله، والله روعه. ما نجمتش نصور هذيك السمعه، ولكنها باينه باللي هذه الخدمه تاع خوتنا المغاربه اللي قلت المغاربه ما يدخلوش للجزائر. انا المدينه تاعي معمره بالمغاربه، مرحبا بهم في اي وقت، اي واحد يشوف الفيديو هذا حبيت يتصل بيا مغربي تخصو حاجه مرحبا به، انا عين راس راني في الجزائر بالضبط في منطقه الشاويه، تحياتي. كنظن بلي واضح المشكل علاش هاجموا السيد، السبب هو علاش يفرش بلي حريفيه مغاربه هما اللي خدموا المسجد في القبس والزليج وغيرها. وكي سمعتو السيد بحسن نيه قال غير داكشي اللي قالوا ليه، يعني سول الناس القائمين على المسجد قالوا ليه راه مغاربه اللي صوبوا داكشي. وبين قوسين كاع الجاليه الجزائريه يعني المقيمه بالخارج ما كتلقاش عندها المشكل، معناه ان كيكونوا عاشرونا تما وعارفين على حقيقتنا، يعني ماشي بحال دوك الناس اللي كيكونوا عندهم في الجزائر نيت كيكونوا يديرو لهم غسيل الدماغ مشارجينهم داك القنوات هالنهار هزيد وزيد محقدينهم علينا. المهم نخليكم مع واحد التصريح داروا هذا السيد هذا من بعد ما هاجموه على ذاك المقطع اللي دار في المسجد. خاوتي درت فيديو في المسجد في بيت الله، في بيت الله، كي نقول لك بيت الله بيت الله، ماشي درت فيديو في كباري ولا، درته في بيت الله. وانا هذيك الفيديو كي درتها انا رحت سقسيت يا جماعه، سقسيت المسجد برك، شفت الزخرفه هذه عجبتني، سقسيت مالين المسجد اللي هو قايمين على المسجد، قلت لهم هذا الديسا وهاد الامور هادو شكون اللي دارهم، عجبوني غير كيوريوزيتي فضول يعني، قالوا لي مغاربه هما اللي داروا هاد الزخرفه. سا طوم بيان، ديجا انا نتفاهم مع المغاربه الحمد لله، وليت قلت والله ندير فيها فيديو نشكر هادو المغاربه هادو مساكن اللي خدموا هاد الخدمه. الناس تجي في البريفي وتسب وكذا ومنا واللي فيك، لا حول ولا قوه الا بالله، ربي يشفيكم. وانا اللي كنتلقاكم هذا واحد فصفص نلخر فيكم، نلخر فيكم كلمه ما ينطقهاش قدامي. خويا تحياتي صراحه، كنشكرك على هذه الحياديه ديالك، انسان حقاني. وبغيت نقول لك حتى حنا راه ما عندنا حتى شي مشكل معكم، يعني شوف يعني الحكومه ديالكم شنو الاشكال ديالها معنا، وسولوا معافاك اشنو اللي تبدل، يعني قديما كانوا كيشكرونا وكيهضروا فينا زوين، شنو اللي تبدل دابا في هذه الاونه الاخيره؟ عافاك الا مثلا انت اللي عندك الجواب على هذا السؤال جاوبنا عليه. بالنسبه للحلفه المغربيه فهي معروفه عالميا، حنا ما نحتاجوش الصراحه نبرهنوا شي حاجه. وهذا المقطع درناه غير باش يعرفوا البعض انك الا تكلمتي على المغرب مزيان وانت جزائري فراك غادي تتعاقب وتتعرض للهجوم. وطبعا هذه هي نتيجة غسيل الدماغ اللي داروه يعني التبونيون للشعب الجزائري اللي ما عندنا معاه حنا حتى شي اشكال. ودابا نرجعوا للحرفيين المغاربه اللي غادي يقولوا لي بزاف علاش باقيين كيمشيو يخدموا تمايا. اولا يعني احتياج الدول يعني الحرفيين المغاربه، وحنا مطبقين ذاك المثال ديال الاقربون اولى وعار الجار على جاره. وغادي نختم بواحد المقطع ذات السيد هذا اللي كانوا هاجموه فيه وقالوا ليه ما يمكنش تعاود تدخل الجزائر لانك دويتي على المغرب مزيان. وحتى لهنا تهلاو ليا في راسكم، ما تنساش تخلي رايك في الموضوع وبارطاجي المقطع، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الفيديو سبيسيالمون للناس هذوك اللي قالوا لي انت من المغاربة وما المغاربة وما تدخلش الجزائر وكذا. أيها المرضى نفسيا، كنت ما شفت واحد جده 27 مات على البلاد هذه وما يدخلش، ولد حفيد نتاعو ما يدخلش البلاد، ما تصراش ما تصراش ما تصراش، محال يا مرضى القلوب. هذا الفيديو خليتها لكم سيربريز، ما بغيتش نديرها لكم بس حضرتها. هاي شوفوا الرالي.
اروح تحبسني هذا. ها وراني راني في مقام الشهيد. واحيي تحيه خالصه خوتي المغاربه الاحرار لي فري واللي دائما يدافعوا على حقهم ويدافعوا على شرفهم. وتحيه خالصه يعني غنيه التعريف لي زارجينيا خوتي لي فري اوسي اللي خاطيهم القصايص والسوق الفارغ. تحيه كبيره من مقام الشهيد الجزائري. 1 2 3 فيفا لا جزائر.